من فضلك اشترك في القناة واضغط على زر الجرس. هنبدأ الأول نعرض حالة المريض بعد أسبوع من عملية الغضروف. ازي حالك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الأخبار؟ لا تمام الحمد لله. احنا بقالنا أسبوع بالظبط دلوقتي. سبع أيام. 7 أيام من يوم. كيف حالك؟ لا تمام الحمد لله. ايه اللي اتغير بقى من قبل العملية بعد العملية؟ لا تغيير جامد يعني. ازاي بقى؟ ايه اللي حصل؟ مفيش لا تنميل ولا الألم اللي كان بيجي الأول. ولا الألم بتاع الأعصاب. شوف الجرح بتاعك جميل خالص أهو. الميكروسكوب. شوف الميكروسكوب أهو. الحمد لله. هو اتحرك كده؟ يا بس حركة الرقبة مش عايزين تلفت بقى كتير ماشي عبال ما العملية تلحق. طيب ماشي. وبعدين الأشعة بتاعتك ممتازة. بص على أو اللي كانوا طالعين من مكانهم شلناهم همت وحطينا أقفاص كربونية مكانهم وبإذن الله أمورك أحسن وأحسن يعني. ما شاء الله. هي بعد قد إيه يا دكتور؟ الحركة الطبيعية إن شاء الله تاخدها حوالي 3 شهور. بعد 3 شهور؟ حوالي 3 شهور قبل ما العملية تلحم خالص. وهكون لابس فم الرجا برضه عادي محافظ على بإذن ربنا بإذن ربنا. ماشي. إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ماشي؟ الله يسلمك. يعني الجرح ما شاء الله كده ما فيش أي حاجة أهو. الحمد لله. الجرح تجميل. الحمد لله. إن شاء الله. مش باينة كمان. خلاص مش باينة خالص. الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. ربنا معاك. الله. هتلتزم بالرقبة بقى. ماشي؟ ماشي. إن شاء الله. دي أشعة الرنين واضح فيها الانزلاق الغضروفي اللي طالع من مكانه وضغط على النخاع الشوكي وضغط على العصب وعامل له تنميل وخدل ووجع شديد في الطرف العلوي الأيسر ومما اضطروا ان نعمل له عملية جراحية وحدث تحسن بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين هنفتكر حالة المريض قبل العملية وهو داخل العملية كانت ودي صورة الأشعة بعد العملية وباين فيها القفص الكربوني اللي احنا ركبناه مكان الغضروف اللي اتشال اللي هو كان ضاغط على العصب والصورة بشكل جيد جدا. وهنفتكر حالة المريض تاني يوم مباشرة بعد العملية كانت ازاي. وبعدين جاء المريض بعد اسبوع من العمليه هنشوف الحاله قدامنا هي. حالك عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ لا تمام الحمد لله. احنا بقالنا اسبوع بالظبط دلوقتي. سبع ايام من يوم. وبعدين حضر المريض بعد شهر من العمليه وهيورينا نفسه ونشوف حالته كانت شكلها ازاي. الحمد لله. احنا بقالنا شهر دلوقتي من العمليه مش كده؟ شهر بعد العمليه. بعد العمليه. ايه الاخبار دلوقتي؟ لا تمام الحمد لله. احسن الاول؟ الحمد لله. الحمد لله. في تنميل في الرقبه ولا حاجه؟ لا تنميل خلاص ما عادش في تنميل خالص. والوجع بتاع الرقبه اقل من الاول؟ الوجع اللي كان هنا قل. اقل عن الاول. الوجع اللي كان هنا قل. حتى الشكل بتاع الوش بتاعك بقى احسن من الاول. الحمد لله رب العالمين. تقدر تتحرك كده شويه وشويه. حضرتك كده حضرتك شويه شويه. ماشي هتلتزم بالرقبه برده طول ما انت قاعد وانت ماشي. ماشي؟ إن شاء الله. لحد بقى 3 شهور عبال ما فقرات الاثنين تلتئم مع بعضها. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. أصبحت عمليات الانزلاق الغضروفي من العمليات السهلة نتيجة وجود الإمكانيات ونتيجة التطور العلمي والتكنولوجي ويعني ما فيهاش الحمد لله مشاكل ويبقى فيها تحسن كبير بالنسبة للمريض. يا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونضرب على جرس التنبيه ونعمل مشاركة أو شير للفيديو عشان يتوزع على أكبر نطاق ونلقاكم دايما
على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.